اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره في مباراه العوده في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32 بعدما انتهت مباراه الذهاب للنادي الاهلي بهدفين مقابل شيء. صلاح محسن ووليد سليمان، النادي الاهلي سيلاقي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. خلوني ارحب بضيفي الدكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه ورؤيه قليله كده. هنتكلم شويه عن بعض الفرق اللي وصلت بالفعل الى دوري المجموعات عشان نحط لحضراتكم ملامح دوري المجموعات ان شاء الله في دور 16. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. خلينا قبل ما نتكلم عن المباراه نتكلم عن اهم الفرق التي صعدت الى دوري المجموعات دور 16 في دوري ابطال افريقيا. هو حتى الان صعد ثلاث فرق رسميا، يعني الترجي التونسي، بترو اتليكو، وزيسكو يونايتد. الترجي يمكن امبارح صعد بجون تسلل، حتى احنا معانا الكره التسلل، ولكن هم برضو ليهم ضربه جزاء في الشوط الاول، يعني خلينا نكون حقانيين، يعني النادي الترجي ليه ضربه جزاء وهم صعدوا بجون تسلل. ولكن الترجي يا كابتن اسلام تحس ان هو مش فقد العمود الفقري بتاعه في الدور ال 32 وفي حتى في 16، لكن الترجي بيبقى الفرق الكبيره كلها بس العمود الفقري بتاعهم مش يعني سعد بوقير، يوسف البلايلي، ايمن بن محمد، جيلان الشعلالي، فرانكو كوم، خمسه من العمود الفقري للفرقه مشوا. هم بيعتمدوا دلوقتي على فكره ان انت اللي هي الاتحاد العربي الهلالي بتجيب لعيب جزائري ليبي مغربي وبتجيبه بحيث ان هو بيعتبر لاعب تونسي. عشان كده هم عندهم لاعبين جزائريين كتير. يمكن هم عندهم برضو في لعيبه كويسه بصراحه، عبد الرؤوف بن غيت صانع الالعاب جديد، ده لعيب كويس شفته اكتر من مهاري سريع، برضو دخل الغاني كوامي في خط النص، محمد بن رمضان ده برضو لعيب ارتكاز جديد، عندهم قدام مهاجم ايفواري جديد برضو في النهايه صعد وطار. صعد، ولكن اعتقد ان النادي الاهلي اقوى بكتير الموسم ده. احنا عندنا فرقتين وثلاثه، الراجل بيغير وبيعمل روتيشن، وهنتكلم دلوقتي على الروتيشن اللي بيعمله من كتر ما شاء الله اللعيبه اللي عندنا. اعتقد ان النادي الاهلي بمقارنه بباقي الفرق اعتقد ان هو يعني باذن الله يبقى المرشح الاول للبطوله باذن الله، يعني لو كملنا باذن الله واستمرنا على الاداء دوت اعتقد ان احنا هنكون اقرب بكتير. طبعا صعد كمان زيسكو النهارده، كان متعادل 1-1 النهارده كسب 2-1 وصعد. صعد بترو اتليكو، اعتقد باذن الله ان النادي الاهلي هو يعني الاقرب باذن الله هو الاقوى، مش هنقول الاقرب من دلوقتي، هو الاقوى بالنسبه لباقي المنافسات اللي يعني دول اول ثلاث فرق من ال 16 فريق. والنهارده الاهلي ان شاء الله والرجاء المغربي بالليل، دول الاثنين اللي ممكن يصعدوا النهارده ان شاء الله. تمام، مين تاني؟ مين تاني؟ بص على في طبعا الزمالك، في الوداد المغربي، دول يعني المازيمبي الكونغولي، هي الفرق صن داونز صعد برضو من سيناء. صن داونز هو الفرق القويه المرشحه دلوقتي حاليا الاهلي. صن داونز وصل المفروض كمان. صن داونز وصل، كسب امبارح 11-1. فصن داونز، مازيمبي، الاهلي، الزمالك، الوداد، الترجي، الست فرق القويين موجودين. ولكن بمقارنه بالسنه اللي فاتت الترجي فقد العمود الفقري، الوداد برضو في مرحله تجديد وتغيير مدرب، لسه رحيل محمد اوناجم ورحيل اشرف بن شرقي لما مشى من بدري برضه دعموا بايوب الكعبي، عندهم بديع اوك برضه بيحل محل محمد اوناجم، ولكن الوداد برضه لسه الوداد ما جاش، هم لسه في مرحله بناء. مازيمبي طبعا برضه في مرحله بناء، ولكن مازيمبي قوي جدا، صن داونز قوي. كل الفرق الكبيره اللي اسمائها الناس دايما في ودنها موجوده. ترجي، زيسكو، بترو اتلتيكو، رجاء مغربي، صن داونز، مازيمبي، زمالك طبعا، وداد. كل الاسماء دي اسماء مهمه واسماء كبيره واسماء موجوده طبعا، مما يعني ان المباريات حتى بلاتينيوم من زيمبابوي وصل برضه طبعا، ولكن بلاتينيوم معروف. ولكن النادي الاهلي باذن الله السكواد بتاعه، احنا بنتكلم كسكواد، السكواد بتاع النادي الاهلي اعلى من باقي الفرق، ولكن ان شاء الله في منافسين اقوياء جدا وهنتكلم عليهم باذن الله لما نصعد بعد كده في دور المجموعات ان شاء الله. لما نيجي نتكلم بقى هيبقى تحليل مفصل اكتر من كده، ولكن السكواد بتاع النادي الاهلي باذن الله اقوى بكتير من الترجي، من الوداد، من الزمالك، حتى من اقوى من الفرق كلها يعني اللي في البطوله دي. انا بقول لحضراتكم دي بعض الملامح، يعني الترجي، زيسكو، بترو اتلتيكو، الاهلي، رجاء المغربي، صن داونز، مازيمبي، الزمالك، الوداد، بلاتينم، دول حوالي 11-12 فريق. ال 11-12 فريق دول في لسه ما لعبوش طبعا، ولكن هم اقرب لان نتائجهم كبيره في الرجاء المغربي الثانيه، وفي رجاء المغربي، ما انا قلت الرجاء المغربي موجود. وبالتالي دي ملامح دوري المجموعات في دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا، وبكره هتبان بقى كل حاجه ان شاء الله. طيب النهارده مباراه بيعتبرها البعض مباراه سهله، بمعنى ان انت كسبت المباراه الاولى بهدفين مقابل لا شيء، ولكن كره القدم لا تعترف الا بالمجهود داخل الملعب. طبعا المباراه طبعا يعني لازم اول حاجه نحترم الخصم، سواء الفرقه
صغيره او انت كسبان 2-0 بره ملعبك لازم تحترم الخصم، لازم تخلص بدري، لازم تجيب جون بدري في اول ربع ساعه او اول 20 دقيقه عشان تسهل المباراه عليك. عايز تخليها مباراه سهله لازم تجيب جون من بدري في اول 15 دقيقه، في اول 20 دقيقه لازم تطلع بفوائد، دروس مستفاده من المباراه وايجابيات من المباراه كتير، وده اللي بيعمله ريني فايلر. ولكن هو بيغير، بيعمل روتيشن، هيدي فرص لبعض اللاعبين. احنا حتى لو شفنا حضرتك اللاعبين اللي مستخدمهم ريني فايلر حتى الان في 3 مباريات مستخدم 20 لاعب 20 لاعب في 3 مباريات، رقم كبير. طب معلش يا دكتور، واحنا بنتكلم وصول فريق النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، وصول الفريق الى ملعب الجيش في برج العرب، كابتن احمد فتحي كباتن ونجوم النادي الاهلي متواجدين امام حضراتكم على الهواء مباشره من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. وبرده بس اول ما نخلص اللايف اللي معانا دلوقتي هقول لحضراتكم خبر يسعد حضراتكم جدا، والخبر اللي انا هقوله لكم ده خبر سعيد بحضراتكم وخبر عمره ما كان هيحصل الا من خلال جمهور النادي الاهلي، هقوله لحضراتكم بعد قليل. محمد مجدي قفشه، محمد الشناوي، صلاح محسن، هل سيبدا المباراه النهارده هو ولا وليد ازارو؟ هنشوف التشكيله الرئيسيه بعد قليل. هتكون معانا مراسلنا وزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه، محمد هاني وبقيه اللاعبين الان ياسر ابراهيم او شريف اكرامي ووليد ازار. طيب ده وصول لاعبو النادي الاهلي الى ملعب الجيش في برج العرب. قبل بس ما اكمل مع حضرتك يا دكتور، اذا كنت ههني فانا ههني جمهور النادي الاهلي، اذا كنت هقول مبروك فانا هقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، اذا كنا سعداء فاحنا سعداء بجمهور النادي الاهلي. النهارده او امبارح هو الموضوع ده اتقال لي، بس انا قلت لهم خلوه في مع المباراه نتكلم مع الناس ونبارك لكل جمهور النادي الاهلي وصول قناه النادي الاهلي الى مليون فولو. مليون زي ما حضراتكم شايفين امام حضراتكم، اذا كان هناك من يستحق ان انت تبارك له في مثل هذا الحدث، طبعا كل المسؤولين في القناه وكل الناس اللي موجوده، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا قناته، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر قناته، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيوصلنا للمليون. انا متاكد ان احنا ان شاء الله برضو في خلال شويه صغيرين كمان هنوصل لل 2 مليون واكتر واكتر، لان ده الطبيعي. ولكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا اكبر قناه نادي ليها فولورز على اليوتيوب في الشرق الاوسط وفي افريقيا. جمهور الاهلي جمهور عظيم جدا جدا كالعاده، موجود في كل حته وفي كل مكان. عشان كده الف مبروك لحضراتكم الاول لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك لكل المسؤولين في النادي الاهلي، هذا الانجاز ده انا بعتبره انجاز. كل الناس اللي بتبقى عارفه الارقام اللي انا بتكلم فيها دي، مفيش قناه نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وصلت او وصلت لهذا العدد والرقم من المتابعين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دائما جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهر اي حاجه فيها كلمه اهلي، جمهور الاهلي دايما بيكون واقف في ظهرها. نرجع مره اخرى على نتكلم عن النادي الاهلي بقى، النادي الاهلي واهم المقارنات اللي هتقدر تتكلم بيها النهارده، ومن وجهه نظرك التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. احنا هنتكلم الاول على ريني فايلر تحديدا. زي ما قلت لحضرتك هو مستخدم 20 لاعب لغايه دلوقتي في 3 مباريات، دليل ان الراجل بيدي فرص لكل اللعيبه. يعني حتى النهارده هيدي فرص للعيبه برده ما خدتش، قدامنا على الشاشه هنلاقي ان هو مستخدم 20 لاعب في 3 مباريات، رقم كبير، والنهارده كمان هيزيدوا عن 20. طب مين اللعيبه الاكثر مشاركه معاه، او مين اللعيبه اللي هي العمود الفقري بقى دلوقتي معاه، او في اول 3 مباريات نقدر نقول ان هي اللي هيبدا يعتمد عليهم بشكل كبير جدا في الفتره الجايه؟ رقم 1 حمدي فتحي. حمدي فتحي لعب معاه 3 مشاركات وهو النهارده واخد راحه. عمرو السوليه 3 مشاركات. محمد الشناوي 3 مشاركات ب 270 دقيقة، علي معلول 3 مشاركات ب 270 دقيقة وهو النهارده برضه واخد راحة. أيوة. يبقى في 4 لعيبة لعبوا ال 270 دقيقة كاملة، 4 لعيبة بس لعبوا ال 270 دقيقة كاملة، اللي هم حمدي فتحي عمرو السولية وعلي معلول ومجدي والشناوي وعلي معلول. النهارده هيغيب منهم حمدي فتحي وعلي معلول بيريحهم، هيبقى يتبقى عمرو السولية ممكن الشناوي يبدا بشريف اكرامي برضه، ممكن عمرو السولية برضه يعني على حسب التشكيل اللي هيبقى موجود. رمضان صبحي برضه لعب 3 مشاركات ولكن ما لعبش ال 270 دقيقة، اتبدل في ماتش فلعب 264 دقيقة. بعد كده محمد مجدي قفشة، بعد كده أحمد فتحي لعب مباراتين كاملين، والنهارده إن شاء الله هيبقى في الغالب هيبقى المباراة الثالثة ليه. فكده كل اللعيبة دي اللعيبة اللي هي الأكثر
يعني القوام بتاع النادي الاهلي او القوام بتاع ريني فايلر، حمدي فتحي، عمرو السوليه، الشناوي، علي معلول، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشه، احمد فتحي. بصراحه اذا كان هناك من يستحق ان احنا نهنيه على الشكل اللي احنا ماشيين بيه والبتاع ده والشكل ومجموعه اللاعبين المتواجدين، انت في كل مركز عندك اثنين وثلاثه ما تبقاش عارف هتلاعب مين. يعني احنا كلنا دايما بنبقى قاعدين. فانا بهني الحقيقه لجنه التخطيط على اختياراتها بدايه من شهر واحد، والمشرف العام على كره القدم كابتن محمود الخطيب على هذه الاختيارات. غيرنا ناس كثيره جدا في شهر واحد، في شهر سته اختيارات رائعه الحقيقه، خلتنا دلوقتي نبقى قاعدين يعني مش فارق كتير مين اللي يلعب او مين اللي ما يلعبش. دي شطاره لجنه الكوره والاداره، ان انت مرحله البناء دايما بتاخد وقت. يعني ما ينفعش في شهر يناير تجيب 12 لاعب مره واحده او 16 لاعب، ما ينفعش. لازم مرحله البناء زي ما الاداره كده عملت، ان انت في فتره يناير جبت خمس او ست صفقات، بعد كده في الصيف رحت مكمل، وبعد كده برضو في يناير ربما تكمل بواحد او اثنين. فدي دي مرحله البناء. يعني مرحله البناء لو بصينا لحضرتك في مانشستر يونايتد في انجلترا هتلاقي ان هم حتى الان مش عارفين يرجعوا، مش عارفين يوصلوا ومش عارفين يرجعوا تاني بعد مرحله السير. ليه؟ لان مرحله البناء دي مش سهله، وبتتطلب ان الجمهور يصبر. لما الفريق بتاعك بيبقى فيه جيل بيعتزل، جيل ذهبي، وعشان تبني جيل تاني دي مرحله البناء اللي بيعملها النادي الاهلي. طب مين اللعيبه بقى اللي ما لعبتش خالص مع ريني فايلر او لسه ما خدتش الفرصه؟ هم 11 لاعب، اكيد في منهم النهارده هيلعب. رقم واحد محمود وحيد، رقم اثنين صالح جمعه، رقم ثلاثه اليو ديونج، رقم أربعة وليد أزارو، رقم خمسة شريف إكرامي، رقم ستة علي لطفي، رقم سبعة سعد سمير، رقم تمانية حسين السيد، رقم تسعة محمد محمود، رقم عشرة عمار حمدي، رقم 11 كريم ندفد. طبعا لأسباب مختلفة، سواء فنية سواء إصابة سواء في حارس أساسي زي الشناوي ده في كل البطولات. في كل البطولات، في الثلاث مباريات مع ريني فايلر، عشان مثلا في ناس مش مقيدة أفريقية، يعني على حسب اللعيبة اللي ما لعبتش مع ريني فايلر في اللي لسه ما خدتش فرصة في كل البطولات. ممكن النهارده نشوف محمود وحيد واليو ديانج وشريف إكرامي، يعني بنسبة كبيرة، ووليد أزارو طبعا. ووليد أزارو يعني أربع لعيبة من ال 11 يبقى متوقع من وجهة نظرك يعني. اعتقد شريف اكرامي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، احمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السوليه، اليو ديانج، احمد الشيخ. انت بتتكلم عن اليو ديانج، هو في كلام من او ما بين ريني فايلر واليو ديانج كده، نتاكد تماما ان هو بنسبه كبيره، اليو ديانج هيكون في التشكيله الاساسيه في وسط الملعب. اليو ديانج يعني نفسي بصراحه ان هو يكون مكسب المباراه، ونفسي بعد المباراه نتكلم ان هو رجل المباراه تحديدا، مكسب كبير للنادي الاهلي في خط النص. ايوه مظبوط، ده هيفيدك كتير قوي بدنيا، وكمان عنده حته التمرير الطولي. يعني لاحظ بقى النهارده ان هو عنده ميزه التمرير وحش، وعنده الرؤيه، ووحش وقوي جدا بدنيا. لعيب زي ده محتاج مباريات، وحتى لما شفناه مع منتخب مالي في تحت 21 سنه في المباراه الاخيره، شفنا ان هو قوي جدا في قطع الكرات والتمرير الطولي. لعيب يعني لعيب مميز جدا اليو ديانج، واتمنى ان هو ان شاء الله النهارده يكون واحد من نجوم المباراه. اعتقد كمان احمد الشيخ، وليد سليمان، رمضان صبحي، ممكن جونيور اجاييه او صلاح محسن في راس حربه يعني. تمام، ممكن ان احنا نشوف كل هؤلاء اللاعبين مره واحده. يعني هو اللي لو دخل هيدخل مثلا اليو ديانج، هو اللي جديد، احمد الشيخ، مين كمان، محمود وحيد، لكن الباقي هتلاقي ثابت. احمد فتحي لعيب اساسي اصلا، رامي ربيعه وايمن اشرف لاعبين الماتش اللي فات في النص، عمرو السوليه موجود، وغير حمدي فتحي باليو ديانج. صانع الالعاب هو مريح مجدي قفشه، وصالح جمعه مستبعد، فالاقرب ان هو يلعب وليد سليمان في الحته دي. احمد الشيخ ورمضان صبحي برضو قدام اي فرود. طيب كويسين، اهم المقارنات اللي عندك النهارده. النهارده في بالنسبه للعيبه الاكثر مساهمه برضو لريني فايلر، يعني ريني فايلر اكثر اللعيبه اللي ساهمت معاه في الاهداف في اخر ثلاث مباريات. اللعيبه اللي احنا ملاحظين تطورها مع ريني فايلر في الثلاث مباريات الاخيره، اول واحد جونيور اجاييه. جونيور اجاييه اكثر لاعب مساهم في اهداف هو رمضان صبحي. رمضان صبحي صانع هدف ومسجل هدف، مساهم في هدفين. وجونيور اجاييه لو بصينا حتى على الشاشه هنلاقي اهو جونيور اجاييه مسجل هدفين، الاثنين جايبين هدفين وهدفين. اذا في سن، مش عايزين نحكم بدري قوي، بس في سن التطور ملحوظ عند رمضان صبحي. مش عايز اقول ان هو تطور قوي عشان نشوف برضو باقي المباريات، ولكن رمضان مع ريني فايلر لا، في يعني نبدا نركز معاه في حته التطور، ان هو بدا يسجل على الجون، بدا يصنع، دي حته مهمه قوي. الناحيه الثانيه برضو استخدامه لجونيور اجاييه في مباراه الزمالك كمهاجم وهمي، او في لما نزل في مباراه سموحه ادى بشكل كويس جدا واعاده للحياه مره ثانيه. ده يمكن جونيور اجاييه. لو بصينا تحديدا زي ما قلت لحضرتك على رمضان صبحي، ليه نركز معاه؟ نركز في ارقامه تحديدا، هنلاقيه مع ريني فايلر بيكون بمهام خاصه، لان هو اهم لاعب في الرباع الامامي. هو اكتر لاعب بيستلم الكوره. مواليد كام؟ انا كل مره هسال وكل ضيف هيجي لي، مواليد كام رمضان؟ 97. هيفضل 97 ولا هيتغير؟
على حسب هم عايزين ايه. هو لعب 173 دقيقة مسجل هدف وصنع هدف، صنع فرصة، عامل كام تمريرة قصيرة؟ 52 تمريرة قصيرة صحيحة وأربعة خاطئة. تمام. يعني هو مستلم 58 يعني نركز في الرقم بتاع متوسط لمس الكرة في الماتش الواحد. ايوه 52 مرة، 52 مرة في الماتش، ده بيأكد ان اللاعب ده أهم لاعب في الفريق، هو اللاعب اللي أنت بيدوروا عليه فدي حاجة مهمة قوي. وحاجة كمان ان هو مسجل وصانع هدف وصانع فرصة، والحاجة اللي احنا كنا بننتقد فيها رمضان ايه؟ بيقعد يرقص كتير قوي بالكورة، المراوغات الناجحة، وبيفقد الكورة كتير، هتلاقي ان فقد الكورة قل 4 بس والمراوغات الناجحة 4 بس. فده دليل ان رمضان بدا يلعب جماعي، بدا يكمل جوه ال 18. خلينا معلش يا دكتور قبل ما نكمل كلامنا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه. ازيك يا شريف؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. باذن الله يكون يوم اهلاوي خالص، باذن الله النادي الاهلي النهارده يفوز على بطل غينيا كانو سبورت. يمكن كانو سبورت الان يمكن نزلوا ارض ملعب استاد الجيش او برج العرب يتفقدوا الملعب ويشوفوا حاله الملعب. الامس كان امبارح في تمرينه عندهم في هذا الملعب، ولكن النهارده كانوا حريصين ايضا ينزلوا الملعب يشوفوا ارضيه الملعب. خليني ابدا لك من الاول، مباراة الاهلي وكانو سبورت يمكن النهارده الظهور الاول للزي الجديد للنادي الاهلي. يمكن جماهير النادي الاهلي العاشقه للنادي الاهلي هنشوف النهارده الزي الجديد اللي هيرتديه النادي الاهلي. يمكن طبعا مباراة كان مفروض تكون في استاد السلام، وقرر الامن تكون في استاد برج العرب. هنا الجهاز الاداري تعظيم سلام بقيادة مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن ماهر عبد العزيز والخبير الكابتن طبعا سمير عدلي والكابتن حسن والكابتن محمد أسامة والكابتن عمرو محب. يمكن على طول الاتصالات مع الجانب في غينيا مع كانو سبورت، اتصالات مع السفارة المصرية في كانو سبورت، اتصالات مع الاتحاد الغيني، اتصالات مع اتحاد الكرة المصري. حلت المشكلة بدون إثارة أي مشكلة، اتحلت المشكلة علشان جهاز إداري هو لا أروع جهاز إداري بروفيشنال. خليني أقول لك النهارده الاجتماع الفني في المباراة أو الخاص بالمباراة أصفر عن الأهلي، هيرتدي أحمر ثم أبيض ثم أحمر. فريق كانو سبورت هيلبس أسود في أسود في أسود. يمكن في هذه اللحظة يمكن في لاعب من فريق كانو سبورت يمكن معاه زي دمية أو لعبة كده بيحاول ينزل فيها الملعب عشان يعني موضوع بقى السحر والشعوذه اللي متعودين عليه طبعا في افريقيا. يمكن الان يمكن بيقولوا لي دلوقتي طبعا زميلنا محمد دكرور المخرج قناه النادي الاهلي على طول صور اللقطه وهتكون موجوده امام مشاهدي قناه النادي الاهلي. خليني اقول لك النهارده يوم النادي الاهلي، الفطار كان الساعه 9:30، الغداء كان الساعه 1 ظهرا، يمكن الوجبه الخفيفه كانت الساعه 4:30، المحاضرة كانت الساعة 6، يمكن استمرت حوالي 7-8 دقايق أعلن فيها التشكيل في المحاضرة، ولكن بشكل رسمي لسه التشكيل ما خرجش. الساعة 2 خرج مجدي قفشة وعلي مجدي قفشة وحمدي فتحي ومجدي قفشة خرجوا وعملوا تمرينة في الجيم. يمكن علي لطفي الحارس الثالث خرج في المحاضرة الأخيرة. يمكن البعض كان بيقول إن اللي هيلعب شريف كرامي، لا أنا بأكد لك اللي هيلعب النهاردة محمد الشناوي، ولكن طبعا في انتظار التشكيل الرسمي. خليني أقول لك إحنا انفردنا بجلسة يمكن مع مستر فايرر و ديانج الواعد، يمكن اللاعب اللي بتعقد عليه امال جماهير جماهير النادي الاهلي بتعقد عليه امال كبيره. يمكن كان في جلسه معاه والنهارده مستر فايلر كان بيديله بعض التعليمات الخاصه، وهتكون الصوره معاك دلوقتي على الشاشه. يمكن مستر فايلر كان حريص يديله توجيهات النهارده كتير. يمكن دي كانت كل ابرز كواليسنا يوم طويل مع النادي الاهلي من الصبح الى الان. باذن الله تنتهي بفوز النادي الاهلي. يمكن احنا في انتظار التشكيل، يمكن التشكيل بتتكلم في 3-4 دقايق باذن الله، اول لما يخرج التشكيل هيكون معاك خاص وحصر باذن الله على شاشه تميز شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسلام اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا الشريف، هنستنى برضو منك دايما مجهودك الكبير، نستنى منك تشكيل النادي الاهلي وتشكيل نادي كانو سبورت. طيب اتفضل يا استاذ كابتن احمد. زي ما قلت لحضرتك على رمضان صبحي، رمضان صبحي بالارقام بتاعته مع ريني فايلر نحط عليها الضوء كده، ان انت عندك إن اولا هو جماعي رقم واحد بيلعب جماعي. ليه؟ لان معدل فقد الكره بتاعه اقل، وحتى معدل المراوغات الناجحه بتاعه اقل. أيوه. رقم اتنين بقى فعال على المرمى، بقى بيكمل جوه ال 18، شفناه بيسجل وشفناه بيصنع. واحده قدام سموحه وواحده قدام الزمالك، بيصنع فرص، بمتوسط لمسه للكره كتير جدا، برضو قطع الكرات بتاعه 14 مره في ماتشين، يعني 7 في الماتش الواحد، يعني بتتكلم على واحد بيدافع بشكل كويس قوي وقدراته البدنيه كويسه جدا ولعيب تكتيكي مميز جدا، بدليل ان هو يعني هيعتبر دلوقتي اهم لعيب عند ريني فايلر
في رمضان صبحي تحديدا. ليه؟ لانه هيعتمد عليه بشكل كويس جدا، بينفذ تعليماته على الدور الهجومي. مش عارف، انا وجهه نظري على الدور كل اللاعبين لهم، كل واحد له دور. يمكن رمضان عشان اقرب ان هو يلعب دايما الاكثر تاثيرا، يعني الاكثر تاثيرا من الناحيه الهجوميه. لان رمضان لما انت بيبقى عندك لعيب فلته وكمان يتطور بشكل كويس جدا، دي حاجه لازم تحطها رقم واحد كده، لعيب زي رمضان صبحي. بالنسبه بعد كده برضو لتوقيتات احراز الاهداف تحت قياده رينيه فايلر مع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيسجل في الثلاث مباريات، هنلاقي ان اول ربع ساعه النادي الاهلي مسجل هدف، ثاني ربع ساعه النادي الاهلي مسجل هدف برضو، ثالث ربع اخر ربع ساعه في الشوط الاول ما جبناش فيها اهداف خالص. الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني مسجلين هدفين، هدف برضو من في الربع ساعه اللي هي قبل الاخيره والربع ساعه، يعني الشوط الثاني مسجلين كام هدف؟ اربع اهداف. يعني بنسجل في الشوط الثاني اكتر من او ضعف الشوط الاول. النادي الاهلي مع رينيه فايلر في حاجه برضو معانا ليها نلاحظها نحط عليها الضوء، فكره رينيه فايلر زي ما اتكلمنا قبل كده على طريقه 4-1-4-1 اللي استخدمها في مباراه الزمالك. عنده بيستخدم الاطراف بشكل مميز جدا، بيحاول يوسع عمق الملعب، وفي كوره شفناها في مباراتين، مباراه الزمالك ومباراه كانوسبور. مباراة الزمالك دايما احمد فتحي بيفتح على اخر الملعب بتتلعب، وبيبقى فيه تكمله جوه ال 18 باربع لعيبه. لو شفنا الصوره اللي قدامنا على الشاشه هنلاقي الصوره اللي على اليمين دي مباراه الزمالك. احمد فتحي عمل الكروس العرضيه اتلعبت، هنلاقي ان الاربعه جوه مكملين جوه ال 18، اتلعب لحسين الشحات، حسين الشحات جابها وجت جنب العارضه. لكن اللي على الشمال هنلاقي ان مباراه كانوسبور، وده الهدف اللي معانا اللي هو بتاع وليد سليمان قدام كانوسبور اللي هي الهدف الثاني، هنلاقي ان احمد فتحي عمل الكروس ووليد سليمان كمل. وليد سليمان ده المفروض ان هو بلاي ميكر، كمل جوه ال 18 وجابها جون. فدي يعني الواضح ان في فكر لرين اهو، ده الهدف اهو، هنلاقي ان اللعيبه كملوا. بص بص جوه ال 18 وليد سليمان كمل هوب راسيه، دي نفس الكوره شفناها في مباراه الزمالك. ففي شغل واضح او في فكر معين من رينيه فايلر عايز يطبقه، ان انت بتوسع الملعب على الاطراف. هو مدرب الاطراف، مدرب العرضيات رينيه فايلر، من الواضح كده ان حتى اغلب اهداف النادي الاهلي بتيجي من على الاطراف. ادي وليد سليمان هو اللي بادئ، هو اللي بادئ الهجمه، وهو اللي مكمل جوه ال 18. احمد فتحي هيعمل الاوفر، وليد سليمان هو اللي هيسجل الهدف. طيب خلينا ناخد التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين سنتر باكس، واحمد فتحي ناحيه اليمين، ومحمود وحيد ناحيه الشمال. اثنين في وسط الملعب، اليو ديانج وعمر السوليه، ومن امامهم الرباعي الهجومي جونيور اجاييه في كراس حربه وحيد، ومن خلفه احمد الشيخ ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه الشمال، ومن بينهم وليد سليمان. تشكيله النادي الاهلي، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمود وحيد واحمد فتحي على الاطراف، ايمن اشرف ورامي ربيعه وديانج وعمر السوليه، واحمد الشيخ وحسين الشحات على الاطراف ايضا، ووليد سليمان خلف جونيور اجاييه راس حربه وحيد. دي التشكيله الرسميه للنادي الاهلي. يبقى كده صلاح محسن موجود على دكه البدلاء، و وليد ازارو موجود على دكه البدلاء، حسام عاشور موجود على دكه البدلاء، شريف اكرامي موجود على دكه البدلاء، ياسر ابراهيم موجود على دكه البدلاء، وبقيه اللاعبين هقولهم لحضراتكم حالا. محمد هاني ايضا موجود على دكه البدلاء، وصلاح محسن زي ما قلت لكم، ووليد ازارو ورمضان صبحي، دول مجموعه البدلاء للنادي الاهلي. اتفضل يا دكتور. طبعا التشكيل يمكن هو ما غيرش كتير في التشكيل، هو مغير ثلاث لعيبه بالظبط اللي بادئين بشكل اساسي اول مره. محمود وحيد اول مره اساسي، اليو ديونج اول مره اساسي، وليد سليمان اول مره اساسي. الباقي كله لعب بشكل اساسي قبل كده، سواء ايمن اشرف او ربيعه، سواء احمد فتحي، سواء السوليه، سواء الشيخ. الشيخ كان بدا اصلا مباراه الذهاب، حسين الشحات بدا مباراه الزمالك، جونيور اجاييه بدا اساسي مباراه الزمالك. فالثلاثه بس الشطاره ان انت تعمل روتيشن صح، وان انت ما تلعبش في القوام الاساسي بتاع الفرقه، ما تغيرش القوام الاساسي. فانت عندك النهارده اليو ديانج هو بديل حمدي فتحي، من الواضح كده في التشكيله ان هو هيبقى لاعب اللي هو الليبرو المتقدم اللي قدام رامي ربيعه وايمن اشرف، هو اللي هيعمل التغطيه العكسيه للاربعه اللي قدام، اللي هيبقوا عمرو السوليه ووليد سليمان في العمق، واحمد الشيخ وحسين الشحات على الاطراف، وقدام جونيور اجاييه. من الواضح النهارده ان الطريقه هتبقى 4-1-4-1 بوجود اليو ديانج كارتكاز واحد وحيد، وقدامه عمرو السوليه ووليد سليمان في العمق، واحمد الشيخ على الاطراف، وحسين الشحات هيهاجم، وجونيور اجاييه هو اللي هينزل يسقط لتحت ويسحب المدافعين، نفس فكره اللي اتطبقت قدام نادي الزمالك، وهيلعب على الاطراف بشكل كويس جدا. فالنهارده في فرص مهمه للعيبه زي اليو ديانج،
ان انت عندك النهارده ان انت تكمل وتسدد وتحاول ان انت تثبت نفسك وان انت تبين تخش كمنافس لحمدي فتحي هيعمل نوع من التنافس. وبرضه الراجل واضح ان هو عايز في اربع مباريات يحكم على كل اللعيبه، يقول لك انا اديتك فرصه. احمد الشيخ بياخد الفرصه رقم 2 النهارده ليه؟ عملت ايه في المباراتين دول؟ هتلعب اساسي ولا لا من خلال المباراتين دول؟ طبعا ليك فرص بعد كده، ولكن الراجل بياخد فكره عامه، ده من الواضح. اليو ديانج النهارده لو اثبت نفسه هتبقى مكسب كبير قوي للنادي الاهلي، خاصه ان دي مباراه رسميه في دور مهم في دوري ابطال افريقيا. محمود وحيد، محمود وحيد دايما بكل بصراحه كل ما بيغيب فتره طبعا حظه، يعني حظه ان هو مركزه في علي معلول، فمحمود وحيد كل ما بيجي ياخد فرص اعتقد ان هو بيثبت نفسه ان هو باك شمال مميز بالعرضيات. والنهارده طريقه ريني فايلر هتساعد خاصه محمود وحيد، محمود وحيد من الباكات اللي بتفتح على طرف الملعب دايما وبتديك عرضيات كتير قوي. زي ما احنا عرضنا من شويه الفكر بتاع ريني فايلر ان هو عايز يلعب على الاطراف، سواء احمد فتحي سواء محمود وحيد، النهارده في فرص مهمه جدا لمحمود وحيد واليو ديونج ووليد سليمان. فزي ما قلت لحضرتك الشطاره ان انت ما تغيرش، ما ينفعش تغير 10 لعيبه مره واحده او 8 لعيبه، 3 لعيبه بس هم اللي بادئين بشكل اساسي لاول مره، وليد سليمان اليو ديونج ومحمود وحيد، ومدي طبعا مثبت الباقي، لان انت برضو بتلعب مباراه رسميه في دوري ابطال افريقيا، مهم ان انت مهم جدا تشوف فيها تثبت نفسك. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله تشوفك بعد نهايه المباراه بإذن الله. واهم الارقام ومن سيكون نجم المباراه بناء على الارقام والاحصاءات. انت تتمنى اليو ديانج؟ بصراحه اتمنى اليو ديانج، تمام بحبه يعني. نتمنى ان احنا نشوف ايه الموضوع. خلينا نطلع فاصل او تقرير عن تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي وما بين فرق كينيا الغينيا الاستوائي. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هنستضيف ثلاثه من او هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار. نجم الكبير الكابتن فتحي نصير، نجم الكبير للاول مره يكون معانا على الهواء مباشره او معايا انا تحديدا، طبعا ده بيته طول عمره هو متربي في النادي الاهلي. نجم الكبير الكابتن اسامه عرابي اللي هيكون ضيفي انا او موجود معانا النهارده في بيته لاول مره على الاقل معايا انا لتحليل مباراه النادي الاهلي ضد كانو سبورت، والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني. هنطلع تقرير عن مواجهات النادي الاهلي مع فرق غينيا الاستوائيه، وبعد هذا التقرير كابتن فتحي نصير، كابتن اسامه عرابي، كابتن اسامه حسني.